اليوم اللاعب السابق لترجي القلوب نادي حمل أنف بالحسن العلوي، مرحبا بك من جديد بالحسن. مرحبا بك. دونك نحكي على فوز البنزرتي، حتى مشاكلك مع هذا اللي تواصلت حتى في القلوب. والله اي تنجم تقول، اي تنجم تقول في الميكرو، تنجم تقول فهمت، مي تعديت في ساعه فهمت. بدلك البوست نتاعك حتى كريدروا؟ لا بون نلعب وقتها 3 5 2 حتى يعني ما تاخذ كولوار فهمت. فهمت معناتها مش كاريمون معناتها 4 4 3 ولا 4 3 3 ولا بوست هذيك ما تلعبش بوست هذيك. اي مو زعما رابيديتي نتاعي حاب يستغني في الكولوار فهمت. باهي حملم في مشيت للنادي الافريقي، مشيت للسعوديه بعد رجعت، مشيت للكلوب. شنو صار مشيت للكلوب وقتها؟ شنو صار؟ بين المسؤولين انت حبيت تمشي للكلوب، هما تفاهموا في بعضهم كيفاش؟ اي هما تفاهموا في بعضهم حملوا في قبل راهو لي كونترا، راهو مش كونترا كيما توا صح عام وليبر، فماش كلوز نتاع ليبراتوار تولي ليبر تخرج على روحك معناتها فهمت. قبل كي تصح في جمعيه انت ملكه حتى هي تعطيك ليبراسيون نتاعك فهمت. قد ايه صححت انت؟ في حملوف وقتها قد ايش صححت؟ في حملوف قداش من عام؟ ما فماش مش كيما توا، إذا خدمتك جماعي أنت ملكة. ما فماش ديري في الكونترا. فماش ديري في الكونترا. الملعب الكل ولا كان أنت معناها؟ الكل شنو؟ يا أخي أنت تنجم تتحرك من جماعي لجماعي لما تعطيك أوتوريزاسيون الجماعية هذيك. ما كنتش تنجم تقول ليه وقتها؟ شوف فما حلين، يا تبطل الكورة، يا بريزيدون مش لازم مش نحكي عليه أنا فهمت؟ ديما شنو مش لتاح من ديما زوز ثلاثة جولات الباهين باش تلقى باش تصرف العام اللي بعده اذا ما تبيع فهمت. كهو ذاك اللي صار بريزيدون شبيه، يعني قلت لك في العام هذاك مثلا حمل فخرجت انا برك معناتها سايبني انا برك. قداش تبعت؟ وقتها نحكي الكل 250 انا. وانت ما كنتش تحب تمشي؟ مش ما تحبش 250 مليون يسمى برشا فلوس. اي البار نتاع حمل الف والبار نتاعي انا فهمت. مع بعضهم الزوز فهمت. انت ما كنتش تحب ليه؟ كنت تحب كم في حمل انف ولا كيفاش برا؟ حمل الف طاحت وقت وباش تلعب في البي، والبريزيدون نتاعها مشى على روح ومشى هذا بريزيدون اخر وهيئه جديده ودنيا جديده وما البريزيدون اللي شد ما فماش فلوس فهمت، يزمو يتصرف فهمت. كاو عمل من بعدها جمعيه باهيه ويح شوف حامل الف سيرتو حامل ما تيقف على حتى جور شوفها من قبل معناتها تلعب على التيح وتلعب على شنو ما تقفش ديما تمشي وتشوفها تو تنجم عم جاي تعمل لك كيب مش نورمال. كيفاش كانت الاكسبيرونس في الكلوب؟ اول نهار دخلت في البارك كيفاش وانت وياه؟ كيب ناسيونال نعرفهم يعني ما مشيتش من الاسبيرونس. اي مشيت من حامل الف انت؟ من حامل الف يعني برشا حاجات عباد ما يعرفوهمش معناتها معناتها مش تيتولير غون تيتولير في ليسبيرونس، مي ليسبيرونس مشيت هكا ولد ليسبيرونس فقط. ولد ليسبيرونس فوالا ولد ليسبيرونس هذاك الانتماء هذاك. اما سينو معناتها درت انا مشيت بعد حمل الف السعوديه عاودت رجعت لحمل الف ومن بعد العام الرابع ولا فهمت. اي مش مشكل شنو الفرق معناها مو كيف كيف؟ لا تفرق بين واحد يكون تيتولير يلعب في ليسبيرونس يعمل هكاك كيرثة مثلا ما تجيش فهمت. تشوفها ما تجيش اليوم ما تجي. شوف نبيل معلول كي مشى يلعب في الكلوب ما تجيش اذا فا عنده دي ريزون زاد نبيل معلول سيتياسيون اللي تحط فيها فهمت. ما فكل واحد كيفاش فهمت. فهمت كيفاش كانت الاكسبيرونس في الكلوب؟ اول نهار دخلت فيه لبستي مال الكلوب كيفاش وانت الناس اللي تعرفك من قريب مكشخ في الدم معناها وقتها ماني قلت لك حتى اليوم جيت مريض مكشخ طبعا عايش محب طبعا عايش حياتي محب اي من قبل يقولوا هكا فاناتيك برشا انت ولا نحب ليه نحب نشوف الانتماء على روحه وما تدخل لي فيه لحد شيء فما شكون يحب فما شكون يحب ترجي ما انت ليه انت تعشق اكثر حتى من هك جمعيتي تربيت فيها حلت في عيني وصرفت علي وقراتني ووكلتني ولبستني وعملت لي واللي تحب انت ورجولية وكل شيء تعلمني غادي دي زونترنور كوم دي زونسان جور من عم صالح ناجي الله يرحمه هادي فد الله يرحمه صعب جبر مشوش
مات فتحي طرخاني اللي جا بعد بلاتيك في الاسبوار بولوني مات مازلنا كي ودعنا واحد من رجالات الرجال معناتها الصحاح نتاع ترجع عم نور الدين الله يرحمه بيفات نتاعو كنا صغار حتى كي ندخلوا ما عندناش فلوس ناخذوا اللي نحبوا نمشيو ارواحنا معناتها سلامه وعاش وخلط عليه سلامه صغير يدخل يخرج من الماتش يخرج يبكي هو صغير عمره 4 سنين 5 سنين وانتريمون راه مش حتى ماتش معناتها ماتش اميكال ولا حاجه يقول لي ليه ليه خليها فيه القرحه فيك خليه يحس اليوم ما كاينش ويخرج متغش قول لي ولدي يزي انا قدام الناس تبكي ودي شنو هي قول لي ليه عم نور الدين الله يرحمه وينعم قول لي ليه خليه الله يرحمه قسما بالله باهي ما جاوبتنيش اول مره لبست معايا الكلوب كيفاش كان احساسك حاجه جديده عليك حاجه كان ساهل كان باش تلبسه ولا كيفاش تخدم على روحك انت فقط تخدم على روحك اول نهار في البارك كيفاش استقبلتك عباد عادي ليكيب ناسيونال معاهم اصحابي الكل شكون كان قريب لا سعد الحنيني حسام حاج علي محمد الحمروني الله يرحمه وتحومتي محمد فهمت فينال كاس 99 بدا ترجي لا حول ولا قوه الا بالله شبيك شبيك شاي هاني شيخ شبيك 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 شنو فكرك الفينال هذا شاي فكرني شاي وعلاش قلت شقلت انت لا حول ولا قوه الا بالله وقتها نخدم على روحي اش معناه وقتها انا في سيتواسيون يلزمني نكون هكاك اش معناه هذاك انا هذاك انا معناتها انا هكاك معناتها كيفاش هي اللي شفته انت شنو شفت قل لي انت ما فماش هكا التخاذل ودرا شنو هكا ضيعت كل اليوم اللي امك عليها جمهور الكلوب والله غالب اللي بنات معناتها شو معناتها مثلا بالعالي نسال فيك والله جاي مثلا هذي ملا سويل تعرف يقابلوك في الشارع تعرف سويل تعرف شنو هذي سويل شبيه كيرفة سويل يقابلوك في الشارع جمهور أكيد يجبلوك عليها الكولا ذيك خيرت حومتي يجبلوك اليوم عليها الكولا ذيك لا بادي شنو جبتو وين مدرسي والله لا كورة هذي أقوى ديزا أقوى تاكونات في العالم واللي ما يضيعش ما يمركيش مش معناتها والله غالب ما خربتش بالقديه بالراس معناتها مش تخاذل ولا حاجه لا يدي وشكري الواع الرقول شكري حتى من واحد تحب معناتها فهمت واضح خسرت وقتها اللي 2-1 كلنا كان حكم هدف حسين الجبسي ما لموكش بعد الماتش على الكره هذيك شنو ما صار شيء بعدها هذيك الكره شو يصير شنو يصير هذيك الكره كاو فيها رابح فيها خاصة كيفاش تحكم عليها البيريود في الكلوب؟ بالنسبة لي أنا تخليني نحتفظ بها الروحي إن شاء الله لا لا قل لي عليها تحتفظ بشيء هنا كل شيء اللي داخل كله على برا خليني نحتفظ بها الروحي لا لا قل لي قل لي شبه سيئة جدا اي والله شوف الأولاد اللي لعبت معاهم معناتها سوى سمير سليمي سوى الكبار جور كادر من وقتها والله سيمي تويتي انت فهمت جيل وانت بلا وبهيم انت مشاكل كانت مع رئيس سعيد ناشي لا هذا المعروف عليه فلوس فلوس واحد وانا سي ما عطاكش حقك اي ومن بعد كمل خلط عليه الرئيس الاخر قال لي شريف بلامين هذاك الاخر تفاهم معاكم من نيشان ودرا شنو وقت قصدت ربي على روحي شريف بلامين الله يرحمه قلت لي ما فهمتك انت مع الاخر انا خاتيني من بعد حبيت تسميه الله يرحمه قلت الله يرحمه فهمت خاطر باش ما نحبش نجبد فهمت الله يرحمه وينعمه في دار الحق ونعم في دار الباطل فهمت خلينا نحكي مع سعيد ناجي قبل ما نوصلوا لشريف بلامين شنو المشكل معاه معناها علاش ما حبش يعطيك فلوسك بتعلت شنو اسال يقبل معنا حتى حق ما خذيتش فلوسك من الاول صحيح وانت شبيك ما خذيتش من الاول والله والله ما خذيتش من الاول خذيت ترانش وبشي على اساس باش يكملوا لي ترانش باش يكملوني باش يكملوني حتى لتو لاعبين الاخرين تخلص والله ما نعرف كل شيء متعاش بالاحسن تش تحبني نقول لك ما غير يدبر راسه باش يقول لك راني مشيت وخذيت مغانم يقول لك باش يقول لك باش يفيق بيه وبريزيدون يقول له بيحكي واحد كل واحد يدبر راسه واحد كي جيت ماشي للكلوب ما كلمكش نمشي بوب لا ما كلمك حد ما تراجي حتى حد ما تمشيت قالوا لك امشي على روحك مش قالوا لك على راس ايه انا وقتها ماشي عظمت الاسبيرونس اي نعرف نعرف تقعد ولدهم علي تقعد ولدهم ايه لو كان يتعاود التاريخ تمشي للكلوب يوم يوم يملس لسلام حرام عليك والله حرام عليك شبيهم لسلام
توا هنا على اللي خممته وصار من بعد وقبل واحد نبطل الكور وما تمشيش للكلوب. هاي لهالدرجة خاطر ليه ما شو الانتماء راهو ايش نقول لك ما حتى واحد راهو حتى واحد مكشخ واحد يصير عليه اللي صار لي هنا فرعيسة متاع برشا حاجات فهمت تحطيت في سيتواسيون يلا غالب الله غالب معناتها ما فماش جمعيه عندك عائلتين تصرف عليهم واحد وفهمت جمعيه تاخذ تصبح بطال معناتها الكلوب جمعيه كبيره اي حد يتمنى يعرف الكلوب انت ليه تقول مبطل الكل ما لعبش ليه انا بارابور اللي انا عشته ما ربحتش ماديا ما ربحتش ماديا بالعكس زدت حسيلو كروي كرويين اني قلت لك كرويين فترة كانت شوف جوار مسوا في كل شيء الا في الفلوس كيتمسوا في الفلوس راهو اي سيرتو نحن دون وطن مانيش الفلوس هذيا ناخذ فيها تو الناس تاخذ يا اخي فلوس قبل تسمع فلوس فلوس تش ناخذ حكي فير مليون ميتين سالير ومليون ونص وزملين ما كانوا برشا فلوس وقتها لا برشا فلوس لحد شيء فواديس تو بعد كان مليون كيما تو 10 ملايين ولا ايه شنو ليه مليون قبل كيما تو كنت 3 ملايين 3 ملايين باهي قلت جاي بعده شريف باليمين الله يرحمه شنو صار؟ مش مسؤول هو اللي عمله قبل فهمت؟ قال لك ماذا كيف قال لي ليه الناس الكل انا باش نعمل شعري جدد ودرا شنو واحد تري حابوا ينقصوك في الفلوس تنقصوا شنو ينقصوا ديجا قول ليه يقول كيك مثلا يا اخي شنو قبل المسؤولين معناها يقول لك تعمل تعمل لازمك فماش معاش كما توا ما تمشيش تشكي للجامعه على شنو الجامعه شنو عندك كونترا في مونطون معين بلا كونترا في... انا كونترا تويت قبل انا كونترا تاعي ما فاش مصحه معناتها ملعبيه تمشي هكا مصح ليسونس وكا هو معناها ليسونس فما هذيك هذيك ساعه فما كونترا تفهم لا بروفيسيونيل لا اماتور هو اصلا مش عام 99 في الكليه بنتي فما وقت احتراف تخلى في تونس ايه مش يطبقوا فيه مش يطبقوا فيه فهمت مش يطبقوا فيه فهمت دونك قالك ما عندك عنا شيء هكا ليه قال اللي معاه هو الاخر انا تو جديد انا معناتها انا تو باش نخدم معناتها انا باش نعمل برنامجي نتاع نتاعي انا فهمت يخصني انا فهمت كاو واضح